أجرى وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني مباحثات في دمشق مع نظيره السوري فيصل المقداد، وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال إنه سيناقش مع الجانب السوري وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأهمية إيصال المساعدات، ومضيفا أن إسرائيل هي العامل الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة. وفيما أكد المسؤول الإيراني أن استدامة الأمن في المنطقة مرهون بعدم التدخل الأجنبي، أكد على موقف طهران الداعم بالثبات لل فصائل الحليفة. أنا هنا اليوم في سوريا لأناقش مع الجانب السوري وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فإسرائيل هي العامل الرئيسي لعدم استقرار المنطقة، وأريد التأكيد على دعم إيران لسوريا في الملفات الإقليمية ومحاربة الإرهاب. فنحن وسوريا نشدد على أن استدامة الأمن في المنطقة مرهون بعدم التدخل الأجنبي. من جانبه أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على عمق العلاقات بين سوريا وإيران، ومؤكدا على أهمية استمرار العلاقات بين البلدين. أكدنا خلال حديثنا على أهمية استمرار هذه العلاقات وهي علاقات استراتيجية. أكدنا على عمق العلاقات التي تربط بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا والدول العربية الأخرى شعوبا وحكومات، ونحن على استعداد لكي تسير المسيرة إن لم تكن بوتيرة أقوى وأسرع، فعلى الأقل يجب أن نحافظ على هذه العلاقة التي تحققت بفضل دعم الشعبين السوري والإيراني لها. وكانت وكالة إرنا الإيرانية ذكرت أن وزير خارجية إيران بالإنابة علي باقري كني التقى لدى وصوله إلى دمشق بقادة الفصائل الفلسطينية في سوريا دون ذكر تفاصيل أخرى. وقبل وصوله إلى سوريا زار لبنان، حيث التقى بكبار المسؤولين وزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، الذي بحث معه آخر المستجدات في المنطقة بما فيها غزة والتصعيد في جنوب لبنان. مغزى هذه الزيارة والتساؤلات التي طرحت حولها من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان. دكتور صالح، أهلا بك. أسئلة تطرح حول هذه الزيارة، البعض قال نحن أمام فرضيتين لا ثالث لهما. الفرضية الأولى إما أنها زيارة تهدئة للعناصر الموالية لإيران في المنطقة في لبنان وفي سوريا، وإما أنها زيارة تصعيد. في كل الأحوال كنت قبل قليل أناقش فكرة فتح جبهة ما بين حزب الله في لبنان وإسرائيل، وكان الأمر مرهون إما عند الإسرائيليين أو عند الإيرانيين، وبالتالي انطلاقا من هذه الزيارة إلى لبنان ثم إلى سوريا للقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، هل هي كانت ممكن أن تكون تهدئة أم تصعيد في هذه المرحلة؟ تحية لك أستاذ محمود وإلى المشاهدين. أنا أعتقد بأن هذه الزيارة يجب أن نضعها في إطار العلاقات الجيدة التي تربط إيران بكل من لبنان وسوريا وعناصر المقاومة التي تندرج في إطار هذا المحور، محور المقاومة الذي تتبناه إيران. وبالتالي هذه هي الزيارة الأولى لعلي باقري عندما استلم وزارة الخارجية الإيرانية. بطبيعة الحال هو لم يبقى في هذا المنصب ربما أكثر من شهر أو شهر ونص، ربما يستبدل بآخر أو يتم إبقاؤه في هذا المنصب، لا توجد لدينا مؤشرات. لكن يجب علينا أن نقول بأن هذه الزيارة هي زيارة دورية. سلفه حسين أمير عبد اللهيان كان يزور كل من سوريا ولبنان، وبالتالي هذه الزيارة يجب أن نضعها في هذا الإطار، إطار تعزيز العلاقات، متابعة العلاقات بين إيران ومع لبنان وسوريا، متابعة العلاقة مع فصائل المقاومة، خصوصا كما تفضلت أخ محمود هو التقى بالفصائل الفلسطينية في سوريا، التقى بفصائل أيضا في لبنان ومنها زعيم حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله. وبالتالي هذه تأتي في هذا الإطار. الآن هل إن إيران تريد تصعيد أم تريد تهدئة؟ أنا أعتقد بأن وضع جنوب لبنان هو يرتبط بالتوتر المركزي الذي الموجود في غزة، وبالتالي هذا هو التوتر المركزي. إن هدأت الأمور في غزة معنى ذلك بأن بقية الجبهات تهدأ
وهذا طبيعي جدا والجميع يتحدث عن ذلك. لكن إذا ما استمرت هذه هذا التوتر في غزة، تم تصعيد هذا التوتر في غزة، أنا أعتقد بأننا يجب أن نتوقع أن يكون هناك تصعيد في بقية الجبهات، ليس من أجل التصعيد وإنما من أجل الضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل خفض التصعيد وعدم ممارسة المزيد من القتل والتهجير. أطرح عليك وجهة نظر دكتور صالح، الشعب الفلسطيني في غزة. سأطرح عليك وجهة نظر طرحت وأنت أدرى منا بالداخل الإيراني. البعض يقول بالعكس ستكون رسالة تهدئة لسبب أن الداخل الإيراني غير مستقر والداخل العالمي أيضا غير مستقر. البعض يقول هي إيران تمر بمرحلة انتقالية بعد إبراهيم رئيسي، في شهر 7 هيكون في انتخابات رئاسية، بعد شهر 7 شهر 8 ندخل في انتخابات أمريكية، وبالتالي الموضوع لا يمكن أن يسمح بجبهة تنفجر في أوقات بهذه الطريقة عند إيران وعند الأمريكان. بالتالي إلى أي حد هذه وجهة النظر صحيحة، لأنه ليس هناك أحد جاهز لحرب في هذا الوقت تحديدا. يعني صحيح، في إيران لا توجد الآن حكومة دائمة، رئيس الجمهورية يعني توفى في حادث الطائرة، وبالتالي هذا الأمر صحيح عملي، يعني من الناحية العملية هذا صحيح. لكن أعتقد بأن سلاسة التحول وانتقال السلطة من رئيسي إلى الانتخابات، في إجراء انتخابات مبكرة، في تعيين مشرف بكامل الصلاحية في رئاسة الجمهورية، تعيين مشرف بكامل الصلاحية في وزارة الخارجية، أعتقد بأن هذه الأمور لا تدل بأن هناك وضع مربك في داخل إيران. على العكس من ذلك، يعني الكل يعلم بأن إجراء انتخابات مبكرة بهذا الشكل بظرف 50 يوم، إيران استطاعت أن تنجز هذه العملية الانتخابية، وبالتالي هذا يدل ويعكس الوضع المستقر في إيران، وضع القانوني الدستوري، وبالتالي لا أعتقد بأن القضايا الخارجية تؤثر كثيرا على الوضع الداخلي الإيراني. إيران سارت على نفس السياق الدستوري في انتقال السلطة خلال 50 يوم. نعم، هذا يحسب للنظام السياسي الإيراني، لكني لا أعتقد بأن الأمر في غزة، في جنوب لبنان أو في أي منطقة أخرى، ربما هو يكون تابع للوضع الإيراني. هناك قضايا ميدانية تتصرف بها الفصائل، ولازلت أعتقد بأن المشكلة الأساسية في غزة يجب أن تعالج في ذاك المكان قبل غيره. دكتور محمد صالح صدقيان من طهران، شكرا جزيلا دكتور.